وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن الاتفاق على إقامة علاقات كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل، وقدم الشكر لقادة البلدين على رؤيتهم للتوصل لمعاهدة السلام. وقال ترامب إن الاتفاق بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل سيشمل تبادلا للسفراء وبدء رحلات جوية مباشرة بين البلدين، مشددا على أن الاتفاق يشكل يوما تاريخيا. In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agreed that Bahrain will. بروح السلام والتعاون اتفق الزعيمان على إقامة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البحرين وإسرائيل، وسيتم تبادل السفارات والسفراء والبدء بالرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وإطلاق مبادرات تعاون عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصحة والأعمال والتكنولوجيا والتعليم والأمن والزراعة. هذا يوم تاريخي حقاً.